فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: طبع مؤخرا كتاب اسمه فتح الحميد بشرح كتاب التوحيد لأحد أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وذكر المحقق بأن فيه أخطاء عقدية، فهل ما ذكره صحيح وهل ينصح بقراءته؟ والله ما اطلعت عليه، أنا لم أطلع على هذا الكتاب. نعم، وما أظن هذا صحيح، أنه من أحفاد الشيخ ومن تلاميذ الشيخ أنه سيقع في أخطاء عقدية. هذا معروف، عثمان بن منصور خصم للشيخ، وقلت لكم من كتاب المقامات رد عليه. نعم، واللي طبعه هذا مخطئ، ليش يطبعه؟ نعم.